يميل الإنسان بفطرته إلى مساعدة الإنسان في الكوارث والمحن، لكن الكوارث لا تصيب الإنسان فقط تماما، كما حصل في السادس من شباط من عام 2023 عندما ضرب سوريا زلزال مدمر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أصاب البشرة والحجرة وكل ما يتنفس على وجه هذه الأرض. في هذه الكارثة قرر علاء وفريقه مساعدة الحيوانات العالقة في ركام الأنقاض في تحد لم يكن هينا مطلقا. ايوه كمشناها كمشناها عزبتنا. هات عبدو. كانت لحظة كتير كتير مؤثرة، يعني ان الطفلة كتير تأثرت وفرحت كتير انه رجعت للقطة. طبعا نحن اول 3 ايام من الزلزال كان نرقد اكتر شيء على البشر، يعني انه نساعد البشر وقت ينتهي دوامنا، شبه انه نخلص دوامنا ابحث عن الحيوانات اللي مريضة المنصابة اللي كانت ربيانة في البيوت، ان كان ماعز او غنم او قطط او كلاب او اي حيوانات، نساعدهم اجيبهم على الملجأ لهون نعالجهم. طبعا عندنا اطباء بيزورونا لهون، اطباء بيطريين متطوعين، وفي عندنا ممرضة فقد عظم منا هذيك الايام. الاصابات هي تعرضوا الى الحيوانات، منهم صدمات على الراس، تعرضوا للعمى، في منهم عمى مؤقت، يعني واحدة صار معها عمى مؤقت، يعني بعد فترة أسبوع 10 أيام تفاجأنا أنه رجعت صارت تشوف، وفي كلب إيده تفتت العظم. طبعاً غير حالات الإصابات، هو بتدخل خاصة القطة بتدخل باكتئاب مثل القطط اللي ربيانة بالبيوت، بخوف بصدمة. يعني طبعا في مساعدة منظمة دخلت من برا، الأكف الأربعة فورك باوس دخلت ساعدتنا بالأدوية وبالطعام للحيوانات، وبالإضافة أخذوا معهم بعض الحيوانات اللي علاجهم بيصعب عنا. طبعا في كسر بالفخذ، اخذوا جرو كسر بالفخذ، اخذوه على تركيا عملوا له عمليه للجرو، وانتقل هلا صار في النمسا هذا الجرو، تبنته عائله سبحان الله له اسمه، يعني انه هذا الجرو يعيش، يعني جوز بنخطيط هالحيوانات الله هيك يخفف عنا الالم والوجع والشيء اللي عم يصير. الحمد لله على كل شيء.